لنا ولأمة محمد في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم كن عونا لإخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من السماء يا رب العالمين. ثبت أقدامهم وأنزل رحمة منك عليهم يا رب العالمين. وبعد، عباد الله، في نهاية العام وبداية العام حديثنا سيكون عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سنتكلم على نماذج من رجالات الهجرة. في اللغة العربية يجوز الجمع يكون مؤنث، يعني تقول رجال أو رجالات في اللغة العربية. لكن قبل أن نلج في موضوعنا نتكلم على أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. الاستخراب العالمي اللي بتسموه الاستعمار قطع بلاد المسلمين وجعلهم دويلات، ثم زرع في قلوب كثير منا ما يسمى بالقومية. انت ايه؟ مصري. وانت ايه؟ فلسطيني. وانت ايه؟ جزائري. وانت ايه؟ مغربي. وانت ايه؟ سوري. وفيما بينهم عداوة لا يعلمها الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى. طب بالعقل كده، لو كان الولاء للأرض هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك أحب بلاد الله إلى الله مكة؟ لو كان في قومية، يعني ما انت مكاوي، ما هو النبي ايه؟ مكاوي، مش كده؟ زي مصراوي بالضبط. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك مكة؟ لا، الولاء مش للأرض. طب لو كان الولاء للعشيرة، للقبيلة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل قريش في ثلاث معارك وراء بعض، بدر وأحد والخندق، الأحزاب؟ أبدا. طيب لو كان الولاء للعائلة، لعائلتك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من عمه أبو لهب؟ أبدا أبدا. انت عارف الامر، الولاء فيه الايه؟ العقيده، التوحيد للاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. والاسلام لابد ان يكون مهيمن عليك فكرا وتصورا وعقيده وسلوكا وماضيا وحاضرا ومستقبلا. هذا هو الاسلام، هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ ترك. طيب سؤال، هل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز معايا كويس قوي، لان هسأل سؤال بمقاييسنا مش بمقاييس الرسول صلى الله عليه وسلم، بمقاييسنا، هل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مضطرا إلى المدينة بمقاييسنا احنا؟ لا لا والله، ده عرضوا عليه يكون ملك، وعرضوا عليه يجوزوه، وعرضوا عليه يجيبوله كل الأموال حتى يكون أغنى الناس، وكل واحد فينا بيفكر يكون ايه؟ مرتاح ماديا واجتماعيا، ها، وكمان ايه؟ يعني لذات الدنيا، كل شيء. ما كان مضطرا إليها صلى الله عليه وسلم، ده بمقاييس الدنيا، بمقاييس الدنيا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد ما هو أعظم من ذلك، أعظم من أن تضع الشمس في يمينه، مش أموال، والقمر في يساره. كان يريد ما هو أعظم من النجوم والكواكب والشمس والأرض. كان يريد عقيدة تنتشر، يريد فكرة تسود، يريد إيمان عظيم جدا، وإسلام يقوم وجه الأرض بكتاب منزل من الله رب العالمين لهذه الأمة المحمدية، الأمة القرآنية النبوية التي تتبع هدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم. عرفت بقى فكرة المواطنة اللي بيضحكوا بيها علينا، وعرفت فكرة القومية اللي بيقطعوا بعض بيها، عرفت هذه الأشياء. هذا واقع المسلمين. لا والله، ينبغي أن يكون هناك هجرة من هذه الأفكار العفنة إلى الأفكار الحقيقية. هاجر إلى الله بدينك، بعقيدتك، بفكرك، بتصورك. فكل مسلم يمشي على الأرض يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أخي، وإن اختلفت لغته، وإن اختلف شكله، وإن اختلف لونه، وإن لم أقابله، لكن أعيش هموما. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. الهجرة شيء عظيم، احنا كلنا مهاجرين، صح ولا ايه؟ الا اولادنا اللي اتولدوا هنا، اولادنا اللي اتولدوا هنا بس دول مش مهاجرين، انما احنا كلنا مهاجرين. لكن هل هاجرنا كما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من اجل العقيدة؟ يعني بالتأكيد احنا جينا نلحق الدولار، صح ولا ايه؟ او يعني جاي اتعلم، او جاي عشان بنات الفرنجة عينهم خضراء وشعرهم اصفر، هكذا هم، هكذا هم. لكن لما بيجي هنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى غير طبائع الناس. ربما يكون لم يكن ملتزما في بلده، لكن لما جاء هنا شعر بقيمة الإسلام، شعر بعظمة الإيمان، فعمل ايه؟ ذهب إلى المحضن يأوي إليه، إلى المساجد يتعلم ويعلم أبنائه، وحريص أن يكون أبنائه أحسن منه دينا وخلقا وسلوكا واتباعا لهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا تغيير نية، وده جائز، النية بتتغير الحمد لله، اتغيرت للخير، وده أمر مهم جدا في حياة المسلمين، في حياة المسلمين. لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنذكر لهم ثلاثة نماذج فقط، ثلاثة بس، مش هنقول أكثر من كده يعني. نقف عليهم رمز الشباب ورمز النساء ورمز الشيوخ الكبار في السن. أما رمز الشباب احفظوا هذا اللقب له، فاتح المدينة، فاتح المدينة. المدينة لم تفتح بالسيوف، إنما فتحت بالدعوة. يعني أنت تستطيع أن تفعل هذا الأمر هنا؟ آه تقدر تعمل الكلام ده هنا. سمعت زمان من الشيخ محمد دخيل الله يرحمه الليبي بتاع مسجد عمر بن الخطاب، بيقول إن كان بيجي لهم شيخ أظن في الستينات أو بداية السبعينات لا يحسن أن يتكلم شيئا غير العربية، لكن دايما كان ياخد إيه تاكس، قبل الأوبر والحاجات اللي كان فيه التاكس اليلو كاب ده، ياخد التاكس ومعاه دايما شايل معاه بعض الكتيبات الإسلامية باللغة الإنجليزية، وكانوا محفظينه كم كلمة بالإنجليزي كده، الشباب حفظوه معناهم، هل تعرف شيئا عن الإسلام؟ يقولوا لا، يقولوا خذ هذا الكتاب هدية مني واقرأه، واقرأه. وفعلوا ذلك في ذلك المجتمع، روح صلي هناك في لوس أنجلوس في جامع عمر بن الخطاب، وانت تشوف معظم المصلين يعني 70% منهم أمريكان، 70% منهم أمريكان. بإيه؟ مش عارف لغة، وماله ما تعرفش لغة، لكن عندك هم من العقيدة. زي مين؟ زي فاتح المدينة مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. مصعب ابن عمير ما كانش فقير، مش متربي في ملاجئ، ولا كان عايش في فقر، إنما كان أنعم إنسان في مكة كلها. تخيل لما يمشي من شارع، يمر من شارع كده، الناس كلهم يعرفوا إن مصعب مر من هذا الشارع بعد ساعات طوال. تعرفوا من إيه؟ من ريحة البرفيوم بتاعه. تخيل أنت، كان الناس يغسلون ثيابهم في المكان الذي كان يغسل فيه ثوبه عشان يأخذوا منه الرائحة الطيبة، وكان أبوه وأمه بيغذوانه في الحديث، يعني بيوكلوا أفضل شيء ويلبسانه البراندات كلها، وعايش في نعيم. لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شافه مرة وهو ماشي وثوبه مقطوع من على صدره،
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال والله ما دفعه إلى هذا إلا حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طلق الدنيا كلها، مش مطلوب منك انت تلبس هدوم مقطعة يعني، لا مش مطلوب، البس أفضل الثياب يا أخي، البس أفضل الثياب، لكن قبل أفضل الثياب خلي قلبك أطهر قلب، خلي فكرك أصفى فكر، خلي لسانك أحسن لسان للدعوة إلى الله. مصعب وصل إلى المدينة، قبله أسعد بن زرار رضوان الله عليهما، وجلسوا يعلموا الناس الإسلام. لما قعدوا يعلموا الناس الإسلام في ناس ما عجبهمش، وسيد بن حضير وسعد بن معاذ كان ما زال كافرين. سعد بن معاذ قال لأسيد اذهب وحدثهم أن يسكتوا عن دعوة الناس إلى الحق، إلى ما يقولونه يعني اللي هو الحق يعني، وأنا لا أريد أن أحتد عليهم لأن أسعد بن زرارة ابن خالتي، فأنا أراعي صلة الرحم وهم كفار. بيراعي صلة الرحم هم إيه؟ كفار. سبحانك يا رب. أراعي صلة الرحم وهم ما زال إيه؟ كافرين. راح أسيد بن حضير بعصاه وغرزها وقال لأسعد بن زرارة لابد أن تسكتوا عن هذه الدعوة. وراح لي أسعد بن زرارة الفاتح المدينة المصعب، أتاك رجل من رجالات المدينة، رجل قيمة كبيرة جدا، إن فتح الله قلبه على يديك سيكون من ورائه خيرا كثيرا. فجي أسيد مغضبا ركز الحربة بتاعته وقال انتهوا عن هذا ولا تسمعون ما نكره. فقابل مصعب بن عمير بابتسامة طيبة وقال ما رأيك؟ أنا سمعت أنك رجل حكيم عاقل، ما رأيك أن تسمع مني أولا؟ فإن أعجبك كان بها، وإن لم يعجبك سنسكت ولا نسمعك ما تقرأ، بس اسمع منه. فجلس فحدثه مصعب بن عمير، قالوا والله لقد عرفنا الإيمان قد دخل في قلبه من قبل أن ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قبل ما ينطق بها دخل الإيمان في قلبه، ثم شهد بالتوحيد وبنبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم عاد شافوا سعد بن معاذ من بعيد، المؤمن كده عليه وقار، عليه نور، خاصة أبائنا الكبار اللي هم عمرهم طويل في الدعوة والالتزام، تجد في وجههم كده نور. ابقى قارن كده، أقول لك أنا قارن بين الناس الكبار الغير مسلمين والمسلمين، هتجد الفرق، فرق كبير جدا في كل شيء، بس مش في النور اللي طالع بس، وفي الحياء وفي الخشة وفي كل شيء كل شيء كل شيء، لا مقارنة. فشافوا من بعيد كده، مجرد ما شافوا بس قال والله لقد ذهب بوجه لوجه الكافر وعاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. وجهه كده ايه اختلف، في خير كده، كان رايح بوجه كله تجهم، رجع بوجه كله ايه كله خير. فقال لأسيد ماذا فعلت؟ قال نهيتهم فلم ينتهوا، نهيتهم فلم ينتهوا، وأنا لا أريد أن أخطئ في ابن خالتك لما بيني وبينك من علاقة طيبة، اذهب أنت. فذهب. العقل مهم، العقل مهم، الحكمة هذه شيء عظيم جدا، تعرف ربنا يبتليك، ربنا لا يبتليك إن أنت تعيش في وسط ناس بلا عقول، والله العظيم تتعب حياتك كلها، كل حياتك تتعب، إنما إن أعطاك الله أصحاب عقول ترتاح حتى لو كان عدوك، والله العظيم تكون مرتاح. راح سعد بن معاذ الأسعد بن زرارة قال له اللي خد بالك هذا كبير القوم هنا، فإن فتح الله قلبه لنور الإيمان يتحول البلد كلها لبلد مسلمة. جاء ووقف عليهم مغضبا، انتهوا عن هذا، قال اسمع منا إن أعجبك خذه وإن لم يعجبك سكتنا، وإن لم يعجبك سكتنا. فجلس فيقول والله ما هي إلا بضع كلمات قالها مصعب بن عمير
حتى غزا نور الإيمان في قلبه فظهر على وجهه فما قام من مقامه إلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس مش ده العجيب. العجيب بقى أن سعد بن معاذ هذا اللي اهتز عرش الرحمن لموته اللي أسلم سنوات قليلة جدا وربنا سبحانه وتعالى بعت جبريل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت قال له اذهب إليه وغسله قبل أن تغسله الملائكة. ويروح النبي يغسله ولما يمشي في جنازته يمشي على أطراف أصابعه. الصحابة يسألوا ليه؟ قال من كثرة الملائكة الذين أرسلهم ربنا من السماوات لتشييع سعد بن معاذ إلى قبره. بس ده مش العجيب برضو، إيه الأعجب؟ إيه اللي وصله كده؟ بمجرد ما عرف الحق عاد إلى قبيلته كلها، كل قبيلته، قال لهم اسمعوا الكلام اللي بيني وبينكم حرام، البيع اللي بيني وبينكم حرام، المعاملة اللي بيني وبينكم حرام. ليه؟ أنا على غير دينكم. قالوا والله إننا نثق فيك ونعرف أنك رجل حكيم وأنت ما تأخذ شيئا إلا للخير فدلنا على ذلك الخير. أوه من الأول من الأساس كان صاحب أخلاق ولذلك ملك القلوب قبل ما يملك العقول. قالوا والله نعرف أنك حكيم دلنا على ذلك. فأسلموا كلهم إلا واحد، كل القبيلة أسلمت إلا واحد. عارفين من هو؟ قصيرا من بني عبد الأشهل اللي راح في غزوة أحد وقال للنبي أنا عايز أحارب معاك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مسلم؟ قال له لا. قال له ارجع، أنا لا أستعين بكافر على مسلم. قال له المرة الثانية، قال له ارجع. في المرة الثالثة قاعد يفكر، قال الناس دول عددهم قليل والكفار عددهم كبير ومسلحين أكبر ودول خارجين لعقيدة هم ما يريدون إلا الحق، الناس دول عندهم أخلاق وعندهم واحد، قاعد يعدد ذلك في عقله فأسلم. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد أسلمت أريد أن أجاهد معك. دخل المعركة مات شهيد قصيرم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركض إلى الجنة، إلى الجنة مع أنه لم يسجد لله سجدة قط. العيلة كلها أسلمت. هذا فتح المدينة. فتح المدينة هذا يوم أن يموت لا يجدون شيئا يكفنوه به، إن غطوا رأسه ظهرت قدماه وإن غطوا قدماه يظهر رأسه. فتح المدينة هذا تخيل أنت. فالنبي قال لهم غطوا رأسه وحطوا نبات اسمه الإذخر على رجليه، نبات طيب ريحته طيبة كده. وقف صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يتلو آية ربنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروهم أشهد بالله أنهم من الشهداء عند الله يوم القيامة، زوروهم وسلموا عليهم والذي نفسي بيده ما من مسلم يسلم عليهم إلا رد الله أرواحهم عليهم فردوا عليه السلام. هذا واحد من الناس اللي كان له أثر كبير جدا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أثر وأثرك إيه؟ على الأقل مع أبنائك، مش مطلوب منك أكتر من كده، مع جيرانك، مع المجتمع اللي انت بتتعامل معاه يكون لك أثر طيب. إياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، إياك إياك تقع في أعمالهم، تجري وراء النسوان وتبصبص وتشتغل في الحرام وتكذب وتنصب، هذا مثال سيء حتى للمنافقين. إنما المسلم أعظم من ذلك، المسلم لابد أن يكون مثالا يحتذى به مثل فاتح المدينة عشان تكون فاتح للقلوب إن شاء الله. ده المثال الأول. مثال الثاني لم نقف عليه كثيرا للوقت، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. طب ليه اخترتها؟ لأنها بتهدم نظرية الفيمينيست، تهدمها تماما. حكاية الديبند ومن دي انسى، أصلا بطلب ديليفري انسى، أصلا مش خدامة في البيت انسى. ها ده كله أفلام لخراب بيوت المسلمين.
لخراب بيوت المسلمين. مين أسماء دي؟ بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. أبوها فقير، أبوها مالتي بليونير، مش مليونير، بليونير. مكانته إيه؟ كان قاضيا في الدماء بيحكم في رقاب الناس. مكانته العلمية، كان نسابة العرب. انت ابن مين؟ كذا، يقول لك انت من قبيلة كذا، وابوك كذا، وعيلتك كذا، وامك كذا. نسابة، مؤرخ يعني، مؤرخ. مكانته الاخلاقية، كان من اعظم الناس سلوكا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سجد لصنم، ما شرب خمرا، ما راب، ما تعامل معاملة حرام في الجاهلية. هذه الشخصية، شخصية ابو بكر الصديق. يروح مين؟ الزبير بن العوام. مين الزبير بن العوام؟ ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية، أبوه ميت، كان يتيم، وصفية اللي ربته. يروح عشان يخطب مين ويتجوز مين؟ أسماء. الطبيعة تقول إيه؟ هذا فقير مش لاقي أب، وهذه غنية، هتقول إيه؟ إيش جاب؟ ها؟ ليه جاب؟ وده رح ينفع ده يروح يخبط على الناس؟ هيقول له فين الجرين كارت بتاعك، وفين ها؟ القصص، قصص المرض اللي في قلوبهم قبل عقولهم، هذا لا يبحثون عن صاحب الدين والخلق. طيب، لا، العجيب ان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وافق ويجوزوا اياه. ولما تتجوزوا تعمل ايه في البيت بقى؟ تقول كنت اكفيه مؤونة العمل في البيت، يعني بتطبخ وتكنس وتصلح الثياب والاحذية وكل شيء، تمام؟ وفوق ذلك اقتطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا لزوجي على بعد 6 ميل، فكنت أذهب وأحمل النوى اللي هو اللي في داخل التمر ده على رأسي وآتي إلى البيت. تعمل إيه في البيت؟ عندها الطحونة، مفيش كهرباء، إنما حجرتين كده وفي يد، وتطحن، تطحن النوى، وبعدين تبسه في الميه، وتروح تطعم مين؟ الفرس اللي بيملكه مين؟ الزبير بن العوام. هذه المرأة، هي دي المرأة، دي المرأة صاحبة النطاقين اللي كانت مسؤولة التموين للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار. تروح تؤدي له الأكل، وما لقتش حاجة تخبي فيها الأكل، فخلعت الحزام بتاعها وقطعته نصين وهي حامل في شهورها الأخيرة، لأنها بمجرد ما هجرت ولد ابنها عبد الله بن الزبير فين؟ في قباء، يعني حتى ما وصلتش المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في أول مكان، وهي حامل، وتطلع فوق الغار، فوق الجبل، عشان تؤدي تعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها الطعام. تخيل أنت، هذه أسماء؟ هي دي أسماء. أسماء دي عملت إيه بقى؟ كان لها مهمة في البيت، مهمة عظيمة، ربت مين؟ عبد الله بن الزبير، كان خليفة من خلفاء المسلمين. وربت مين؟ عروة بن الزبير، الذي قال لقد حفظت كل أحاديث قالتها خالتي عائشة كلها، وربت المنذر وغيرهم، وعاشت عمر طويل، وكانت امرأة مثال للمرأة الصالحة، وهي عندها 100 عام، عمرها كام؟ 100 سنة. احفظ الكلام ده. وكانت قد عميت، انت عارف احنا كل ما نكبر المية تتبخر من جسمنا، تلاقي الانسان جسمه بقى ايه؟ صغير كده، مظبوط؟ يعني شوية ايه؟ جلد على عظم كده، على شوية عصب يعني. جالها ابنها المنذر، كان تاجرا للحرير، فاحضر لها ثوبا خفيفا، يعني النسج بتاعه دقيق جدا لكنه متناسق، ما يظهر شيء يعني، وخفيف مش تقيل يعني. قال هذه هدية يا أمه، وهي عمية ومئة سنة، عمية ومئة سنة. فوضعت يديها علي وقالت غيبه عني، غيبه عني. قال مالك يا أم؟ قالت والله إنه يشف. هي فكرت إنه خفيف ممكن يظهر الإيه؟ الثياب اللي تحت. قال يا أم والله ما يشف شيئا، إنه محسن في النسج، شيء كويس جدا. قالت يا بني إن لم يشف يصف، وأنا لا ألبس هذه الثياب ما حييت. كم
امرأة؟ مين اللي هيبص بصلها دي؟ طيب انا مش معلق بقى على الطرف الاخر، انتوا عارفين تعليقاتهم. هذه اسماء، هذه اسماء صاحبة الهجرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها لقد ابدلها الله بنطاقها هذا نطاقين. فين؟ يعني من المبشرات بالجنة؟ اه طبعا، سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، من المبشرات بالجنة. الشخصية الثالثة هي شخصية كبيرة في السن. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، بعض الصحابة لم يستطيعوا أن يهاجروا لكبرهم في السن وشدة المرض، وشدة المرض. لكن حاول يتعايش، حاول يتعايش في وسط مكة، ومكة كلهم كفار يعني في ذلك الوقت، لم يستطع. فتحامل على مرضه وتجاهل طول الطريق، وقرر أن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله. اسمه إيه بقى؟ اسمه ضمرة ابن جندب. اسمه إيه؟ ضمرة ابن جندب. ده مثال بيبين إن السير إلى الله مش سير أبدان، إنما سير إيه؟ قلوب. الطريق لربنا طويل، المهم إن أنت تعيش عليه وتموت على نفس الطريق. ضمرة بن جندب كان واحدا من هؤلاء. في الطريق اشتد عليه الحر، اشتد عليه المرض، وشعر انه خلاص اللحظات الاخيره يذهب الى ربه، يعمل ايه؟ يضرب كف على كف ويقول هذه بيعتي لله عز وجل. يعني ايه؟ يعني يا رب انا مؤمن موحد ولن ابدل ابدا، يا رب انا ماشي على طريق الحق الذي تريده يا الله. ثم ضرب الثانيه وقال هذه لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا تحت أمر الإسلام وتحت أمر محمد عليه الصلاة والسلام. ثم مات. مجرد ما مات ربنا سبحانه وتعالى يرسل مين؟ جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بما حدث لهذا الرجل ضمرة هذا ابن جندب، وينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى قرآن. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، مهاجرا إلى مين؟ الله ورسوله. غير نيتك يا أخي في البلاد دي، خليها لله والرسول. الأرض هذه أرض عفنة، محتاجة تسمع واحد يقول لا إله إلا الله. والله يا أخي الهوى هيشكرك يوم القيامة، والله الحيطان والأرض والسماء هتشكرك عند ربنا انت تذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الارض التي لم يذكر فيها اسم الله. ده مهم جدا. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ربنا نزل فيه قران وقبله سبحانه وتعالى. لا والاعجب من كده ان في احدى المرويات أن من أسباب قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مهم كلنا نحفظه هذا الموقف، حديث إنما الأعمال بالنيات. يا أحباب، السير إلى الله والهجرة إلى الله هجرة قلوب. سير القلوب إلى الله أعظم من سير الأبدان. مهما يكون بدنك تعبان، مهما تكون مريض، مهما يعني كان بك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لو أن قلبك متجه إلى الله تريد مرضاته وتريد ما عنده سبحانه وتعالى سيخف كل شيء. لن تشعر بمرض، ولن تشعر بقلق، ولن تشعر بتعب. المهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، مثل هذا الرجل العظيم. هذه نماذج مهمة في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يكون لها واقعا في قلوبنا وفي حياتنا وفي سلوكنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا، اللهم آمين. أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعو الله.